أهلا وسهلا بكم متابعي قناة شوف تي في. في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء، وشوف تشوف معنا الآن نحن نتواجد في منطقة درب السلطان، كمنطقة المعروفة بكيان طلوطي اللي عافت انهيار ديال أحد المنازل قبل أيام، وعافات استنفار كبير لجال القوات المساعدة وجال الأمن الوطني ولجال الوقاية المدنية اللي حاولوا أنهم يسيطروا على الوضع ويعتقوا بعض الأشخاص. وشفت كمان في أحد المباشرات أن تم إنقاذ واحد شخص عجوز من هاد النافذة هذه، وكذلك أن كانوا هناك ضحايا، حيث أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعة الفداء من السلطان بأن 3 أشخاص لقوا مصاعهم في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، كان هي جزئي للواجهة الجانبية لمنزل مكون من طابق أرضي وطبقين علويين مدرج ضمن الدور الآلية للسقوط. كائن بحي السمارة زنقة سعود، وأوضح كذلك المصادر ذاتها أن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية وفور إشعاعها بالحادث تدخلت قصد اتخاذ إجراءات وتدابير لازمة، حيث جاي نقل شخصين مصابين جراء الانهيار. كان يقيمان ببناية مجاورة لمنزل المامي إلى المستشفى الإقليمي محمد البوافي قبل أن توفيها المنية. بعيد ذلك، فيما جري انتشال جثة شخص ثالث من تحت أنقاض فرن تقليدي متواجد بالطابق الأرضي المغار. إذا تبدأ تشوف معنا متابعي قناة شوف تي في، هذا هو المكان ديال الفون. إذا نتمناو من الجهات المختصة أنها تدخل بخصوص العديد من الدور اللي هي تدخل في إطار الدور الأهلة للسقوط لتفادي العديد من هاد الكوارث هادو. بطبيعة الحال أن في العديد من هاد الكوارث هادو اللي توقعوا تنفقدوا أشخاص عزاز علينا في الأسرة أو لا في الأقارب. وشفت تعرفوا أن بالجانب ديال هاد المنزل هذا المنهار تتوجد واحد الفندق اللي كيكونوا فيه العديد من الناس اللي نقدر نقولوا انهم هما الان في حالة تشرد. اذا تبدا تشوف معنا متابعي قناة شوف تي في، هذا هو المكان اللي تعرفوا الناس ديال ساكنة منطقة درب السلطان لنهار يوم الخميس. كيف تشوف معنا ان زنقة سعود بحيث كيف تشوف معنا سبيق قصر تبعي، هذا هو المكان ديال المنزل.